ذهبت إلى الطبيب أريه حالي، وهل يدري الطبيب بما جرى لي؟ جلست فقال ما شكواك صيفها، فقلت الحال أبلغ من مقالي. أتيتك يا طبيب على يقين بأنك لست تملك ما ببالي. أنا لا أشتكي الحمى احتجاجا، بل الحمى التي تشكو احتمالي. فتحت إليك حلقي كي تراه، فقل لي هل أكلت من الحلال؟